الأستاذ عبد الرؤوف العيادي، مرحبا بك مرة أخرى. شباب الثورة يحاكم بأربع سنوات سجنا، ثلاثة من شباب الثورة، أيمن بن عمار، نعم، وسامي ويوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو السياق العام، يعني كان أنه حصلت منذ مدة، بداية من المحاكمات اللي صارت في المحكمة العسكرية، وسبقتها تسريح عدة رموز نظام السلطة السابقة، فهي تقريبا المحاكمات اللي تندرج في هذا السياق العام لعودة رموز المضادة، اللي هي الثورة المضادة، واللي هما يريدون الآن، يعني خاصة نحن نتقدم نحو الانتخابات، يريدون معناها أن الأصوات خاصة معروفة بدفاع على الثورة وعلى مبادئها، يعني أنها يقع إخماد هذه الأصوات ومحاصرتها. وأعتقد أن في هذا السياق يعني وجدوا هما القضاء اللي هو طبعاً نجم نعتبره من المشاكل الكبيرة في تونس في ملف القضاء، أنهم ينفذ الأجندة هذه. وأعتقد أن المحاكمة هذه لو كان مست يعني حد من الرموز اللي يسمونه محسوبين على الحدثيين اللي عندهم علاقات بالخارج، راهي فهمت هل لأجل التوافق يعني يجب أن تخمد صوت الثورة وصوت يعني المنادون بالثورة؟ إيه طبعاً، هم معلوم، تشوف اللي يشوفوه ضعيف شوية يمشيوا له، فهمت؟ اللي سرقوا الفلوس والكوين واللي عملوا تقريباً ما نجم حتى الإذعان للقضاء والحضور لديه ما كانش يعني حاجة مأمنة.